اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم انا وضحى، معاكم ضحى نجاح ومعايا زميلي في تقديم الحلقه النهارده استاذ اسلام شريده رئيس تحرير الشبكه العالميه للاخبار. ازيك يا استاذ اسلام؟ اهلا بيك يا ضحى. عامل ايه؟ الحمد لله. النهارده حبينا نطلع بحلقه فاني شويه بمناسبه راس السنه الجديده، وقلنا نغير شويه من الطابع السياسي. فمعانا النهارده ضيوفنا استاذ اسلام خليل الشاعر والملحن، ومعانا المغني محمود سماره. اهلا بيكم. اهلا بيكم. ايه اخباركم النهارده؟ الحمد لله. النهارده عاوزين نقلبها حلقه فنيه طبعا من ناس بتراس السنه. أقلع كمان. ايوه خلاص يعني كده عشان بحب انا اكون ملتزم. اسلام طبعا يعني مش غريبه عن الجمهور يعني. ربنا يخلي حضرتك. والله طبعا هو علامه اصيله في الفن المصري. ربنا يخلي. ونتمنى التوفيق له هو الاستاذ محمود سماره ان شاء الله المطرب السويس. المطرب الجامد اللي هيكسر. يخليك رب ان شاء الله. اهلا بيك. شرف. ممكن نبتدي نعرف مثلا من استاذ محمود بدايتك كانت فين في السويس؟ بدايت ازاي؟ بدايتي طبعا كانت في قصر الثقافه، قصر ثقافه السويس. كنت بطلع في معهد الموسيقى العربيه هناك في القصر، درست هناك وكنت بطلع حفلات معاهم هناك، بنطلع حفلات خارجيه نوادي، بنروح اماكن مفتوحه، بنروح نسافر اماكن تانية، نروح نغني بقى الاغاني بتاعت زمان، التراث، الاغاني اللي اتعلمت فيها بجد. يعني ايه يعني ايه غنى؟ يعني ايه اللي انا اقف على المسرح وانا اغني وادي؟ بقالك كام سنه مثلا بتغني؟ يعني 12 سنه كده مثلا. طب ده حاجه حلوه. دي خبره. لكن كشغل مثلا 6 سنين. طب تمام. استاذ اسلام، ونحابين نعرف من حضرتك بداياتك كانت مع مين وابتديت امتى واهم اعمالك؟ يعني انا يعني السؤال ده ايه يعني بعيد شويه. لا انا بتكلم عن البدايه. اه البدايات. البدايه انما العناوين الرئيسيه. يعني انا يعني اللي ما يعرفش يعني بداياتي قصر ثقافه. قصر ثقافه القناطر. تمام. وانت عارفه قصور الثقافه دي يعني احسن مجال بيطلع فن بالزبط. محترم وملتزم. فانا قصر الثقافه وكنت بكتب اغاني لاعمال مسرحيه وحاجات، وكنت مشترك في نادي ادب زي اي موهبه جديده يعني. تمام. وبعدين جيت في سنه مسرحيه كتبتها اسمها باي باي عرب. كتبت اغانيها يعني، خدت احسن شعر على مستوى الجمهوريه مره واحده كده، وكانت مفاجاه بالنسبه لي وحلم حياتي مثلا ان انا اشوف ممثل لعيب في الحقيقه. طبعا خدت شهاده تقدير من الوزير فاروق حسني. فدي برضو بالنسبه لي كانت حاجه طبعاً. مره واحده طبعاً. اللي نفسي اشوف اي حد مشهور اشوف وزير نقلت. فخدت شهاده تقدير. وفتره كده من الزمن قابلت عم شعبان عبد الرحيم في فرح. ايوه كنا عاوزين نعرف بداياتك بقى. بداياتك مع شعبان الراحل الله يرحمه. ما انا بس بقول التقديمه الاولانيه اللي هي البدايه الحقيقيه يعني. تمام. قابلت عم شعبان في فرح وانا جنب كتابه الشعر بعزف اورج يعني. فكنت بحب اروح الافراح الشعبي اللي هي اللي في الشارع في نادي في كده عشان استفيد منها واسمع افكار جديده وحاجات. قابلت عم شعبان وايه وتعرفت عليه وعملت له غنوه كده وغناه وخلص مع نفسه يعني. ما نزلتش في حاجه لان الفتره دي كان الانتاج ايه شويه مفيش ضعيف. ففضلت اكتب له في اغاني وخلاص بيغنيها في الافراح لحد سنه 98 كده. عملت معاه شريط بحاله اسمه ما بخافش وانت عارف. الشريط ده كسر الدنيا ونجح، والمنتج بدا الناس بدات تتهافت على عم شعبان وعقود وحاجات وكده. فعملنا بقى بعديها بطل السجاير، بعديها القنبله الكبيره بقى انا بكره اسرائيل. وبس وحطينا رجلينا بقى على اول الطريق يعني سينما ومسرح. المطرب بقى محمود، يعني كانت بداياتك في اي اغنيه؟ كنت بحب قوي يعني المطربين الشعبيين اللي هم بتوع زمان، زي مثلا الاستاذ محمد العزبي، الاستاذ محمد رشدي، محمد قنديل، محرم فؤاد. الناس القديمه دي اللي فعلا اتعلمت يعني ايه. طبعا. والهرم طبعا، السيده ام كلثوم طبعا. طبعا يعني بدات كده من بدايه الشعبي. لا والله بدايتي حتى لما حد مثلا يجي لي يقول لي مثلا انا عايز مثلا ايه يكون شاب مثلا طالع مثلا زي عايز يتعلم في الغنى، اقول له لا اسمع دول، يقول لي ده لسه هسمع دي اغاني قديمه. ما ده الشعبي بتاع زمان. هو ده الاساس. هو ده الاساس فعلا. ففعلا هو ده الاساس فعلا. هي في ناس واخده كلمه شعبي دي غلط، فاهمين يعني مهرجانات بس. الناس فاهمه كلمه شعبي ولا مهرجانات حتى، ان هي الايه الاغنيه اللي هي الايه هيصه بترقص ملهاش لازمه. انما شعبي معناها ان الشعب كله بيسمعها.
بالظبط. يعني كلمه مؤثره يعني, يعني غير الاغنيه كلمه مؤثره بتاثر. طبعا اغنيه رومانسيه اغنيه مش عارف ايه, انما كلمه شعبي كل الناس بتسمعها. وفعلا الاغاني الشعبي تلاحظ يعني بقالنا فتره كده من الزمن هي اللي طاغيه في السوق وهي اللي ناجحه ومطربينها كمان الانجح. بعيدا عن موضوع المهرجانات دي عشان انا بيني وبينهم موقف, انما الاغاني الشعبي دايما تحسي ان هي بتحكي مشاكل الناس بالظبط, يعني هاتي حسن الاسمر كل واحد فينا يعني شوف حسن الاسمر كتاب حياتي, يعني تحس في قصه كده. في مطربين انت ما استاذ اسلام ممكن ما تكونوش متابعينهم, كان في مطرب اسمه اشرف المصري تسمع اغاني ليه طبعا بتنجح دلوقتي تاني بتتعاد الاغاني دي. خالد عجاج بداياته بداياته شعبي, وطبعا الراس الكبير عمنا عم احمد عدويه طبعا ده المدرسه بقى. مدرسه فعلا خدت بالك. فهي الشعبي ده مش حاجه بالظبط يعني, حد المطرب الشعبي ده حاجه كبيره يعني. بس طب تحب تسمعنا ايه من مطربين زمان؟ طيب نقول مثلا نبتدي مثلا من الاستاذ محمد قنديل مثلا. الله عليك. نقول مثلا ايه يا حلو الصباح يا حلو طل يا حلو الصباح نهارنا فل, من قد ايه انا بستناك وعيني على الباب والشباك عشان اقولك واترجاك, من قد ايه انا بستناك وعيني على الباب والشباك عشان اقولك وترجاك عشان اقولك وترجاك. يا حلو يا حلو يا حلو صباح. لا برافو. طب ادي المايك بقى نسمع حاجه من يعني انا طبعا شهدت فيه مجروح لانه صديقي وبلدياتي الاستاذ اسلام, ولكن هو غني عن التعريف طبعا. ربنا يخليك. نسمع منه حاجه وبعد كده نساله انا خليها اخدها جنبي. انا في غنوه اعملها مصورها والمفروض ان انتوا بس, انما حكايه اللايف ده محتاج يبقى ممكن نسمع بالظبط. طيب نطلع نسمع الاغنيه المصوره بتاعت استاذ اسلام خليل ونطلع فاصل ونرجع بعدها. ورجعنا لكم تاني, ودي اغنيه جميله من الفنان والشاعر الكبير اسلام خليل. انا طبعا عارف يعني اهداف الاغنيه اكيد عشان التدخلات بتاع الاتحاد الاوروبي في مجال حقوق الانسان كما يدعوا في مصر, ولكن هل الاغنيه دي انت طبعا عملتها لسه قريب اكيد بعد الراحل شعبان عبد الرحيم, ده كان هدفها ولا ليها هدف تاني؟ وهل هي بتمثل شعبي ولا بتمثل نوع من الاغاني التانية؟ لا هو في نوعيه من الاغاني زي ما انا كنت بتكلم دلوقتي بعد ابطل السجاير وبكره اسرائيل والحاجات دي, عم شعبان اتحط على تراك اللي هو الاغنيه الاجتماعيه والسياسيه. فطبعا فتره كبيره بقى من الزمن, شوف يعني 20 سنه او اكتر. فعم شعبان لما توفى انا قررت قلت النوعيه دي من الاغاني اللي انا كنت بعملها له, لان انا يعني مستمر مش هبطل يعني, مش انا كنت وطني لا. وهو عايش وبعد ما توفى ربنا يرحمه ما بقتش وطني أساسا. لا فانا قلت افضل حد يوصل الكلمات دي بعد عم شعبان الله يرحمه. بتمثل له رساله بعده يعني. انا ليه؟ لان انا صعب جدا ان انا ابدا من جديد يعني اجيب مطرب مثلا او اجيب محمود يغني اغاني سياسيه على غفله. محمود ليه قصه ثانيه. بس سؤال استاذ اسلام, هل مين اللي صنع الثاني, شعبان عبد الرحيم ولا شعبان عبد الرحيم الله يرحمه ولا اسلام خليل؟ ده انا هرد عليك رد يا جماعه, اللي صنع الاثنين ربنا ونعم بالله. انا اللي اكتشف الثاني. ليه؟ هي دايما في ساعات يقول لك ايه ناس قرفتهم مع بعض توليفه حلو فرب التجمع بقى ده هو الموضوع, ازاي ربنا قابلنا ببعض فعلا. فحصلت القرفه, كنا بنروح استوديو والله العظيم ولحد دلوقتي انا لما بعمل لحد غنوه مش حصلت بيجيبني عشان يكون حصلت القرفه يعني ساده ولا حليب. القرفه في حليب. كل اللي بيجيبني كان قفشات شعبان عبد الرحيم دايما الله يرحمه. ده لسه فيها هفكره بحاجه يعني ايه يعني هو عارفها قبل الفاصل كنا بنتكلم فيها, هيتكلم كان موقف مع الله يرحمه شعبان عبد الرحيم وانا سمعته خلاني بصراحه مت من الضحك. اما الدكتور بيساله انت بقى جاوب عم كان تعبان. عم شعبان يعني كان عايش الحياه بكل بساطه, وطبعا هو بنفسه قال انا يعني مش متعلم وبتاع وكده وراجل بسيط. فهو اما تعب في الاواخر الفتره بتاع 5-6 سنين الاخرانيين
فدكتور من الدكاتره بيقول له ايه ده ثقب في الرئه، قال له طب ما انت شايف انه ثقب ما تسده. ما تسده. رائع 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 الموضوع. الله يرحمه. طيب محمود، انا سمعت ان انت يعني سجلت قريب في نقابه المهن الموسيقيه. تقريبا من 5 سنين كده. طيب هل شايف ان هي فرقت معاك في حاجه في مشوارك؟ هو بصراحه فرقت كتير جدا، لان قبلها كنت بغني برضو، بس كنت اروح مثلا في مكان مثلا يطلبوني مثلا في منتجع، يطلبوني مثلا في قريه في السخنه، يطلبوني في القاهره، يطلبوني في اي محافظه، مش عارف اروح، لان ما ينفعش اغني من غير الكارنيه بتاعي. ان اماكن ما ينفعش اللي بغني فيها ما ينفعش لازم الكارنيه. فتحت لك ابواب اكتر. بصراحه بصراحه. طيب ايه اشهر اعمالك؟ يعني انا عارفه اغنيه توهان تقريبا اشهر حاجه ليك. كله في توهان. دي طبعا كاتبها الشاعر طبعا استاذ سامح حكومي، وملحنها طبعا استاذ احمد عبد الفتاح، وتوزيع الاستاذ اشرف في البرنس. تمام. استوديو طبعا استاذ محمد جوده. الانتاج استاذ احمد عادل. دي اول اغنيه تعملها ليك لوحدك ولا؟ دي اول اغنيه لوحدي. الباقي كان كفرز. الباقي كان كفرز، وكان عملت اغاني للسويس وكده. طب سمعنا حاجه. سمعنا حاجه منها. طيب نقول مثلا ايه؟ سمعنا حاجه منها. والدنيا دي فيها اللي خاز زمن وزمن غيره، فيها اللي مد يا ناس ايديه بعد ما راح خيره، والدنيا دي فيها اللي خد زمن وزمن غيره، فيها اللي مد يا ناس ايديه بعد ما راح خيره، والقطر ماشي في سكته ولا حد بيسابه، وناس بتاكل بعضها عريز يتسابوا. حلوه جدا. الله عليك يا حوده. من خلال الكلام كنا يعني من اشهر. مش عاوز يسمعنا حاجه. لا مش هيسمعنا حاجه خلاص. الغنى مع مزيكا بيفرق. هو عشان طبعاً. هو متمكن. فهو عادي ممكن يقعد يغني للصبح. ايوه. انما انا عشان انا شاعر اساسا. فالغنى بالنسبه لي حاجه اضافيه. بالظبط. لازم مش هبقى نفس التمكن. طب استاذ اسلام، حضرتك شاعر وملحن، مين فيهم بالنسبه لك احلى وبتحب تدي فيه اكتر، الترحين ولا الغنى؟ لا طبعا الكتابه. بصي ضحى، في ساعات الواحد بيبقى عنده حلم في حياته يحققه، ربنا ينجحه في حاجه تانية خالص غير اللي هو بيحلمها. دي حقيقه فعلا. وينجح فيها بجد. انا تخيلي ان انا لما كنت رايح قصر الثقافه اللي بقول لك عليه ده، كنت رايح امثل. تمام. واخده بالك؟ فانا كده كده الشعر بكتب شعر يعني. فالمخرج ما خلاص تعالى مثل وبيتمثل، فاكتشف فيها موضوع الكتابه ده، خلاني كتبت. انت كنت واخدها هوايه يعني مش حاجه احترافيه. يعني بكتب شعر من زمان. فسبحان الله ربنا وفقني في الموهبه الثانيه اللي هو كشاعر، ونجحت فيها وبقت بالنسبه لي يعني نجاح كبير جدا جدا يعني. الحمد لله الواحد بقى اسم كبير من اسامي الشعراء اللي معروفين في مصر. دلوقتي بقى اما بيبقى في فيلم ولا حاجه وانا بعمل فيه اغاني، اقول لهم انا عايز امثل، فتعالى اعمل مشهد ولا مشهدين. وبخش بس دي حاجه جانبيه بقى عشان حبا في التمثيل. انا عرفت برضو ان حضرتك عملت كلمات اغاني افلام مشهوره زي عسكر في المعسكر، اللي بالي بالك، اريد خلعا، افلام تانية كتير. الحمد لله حاجات كتير يعني. انا اشتغلت مع عمالقه يعني استاذ احمد ادم، عملت له حاجات كتير. استاذ محمد سعد تقريبا كل افلامه وانا عامل اغانيها. يعني تقدري تقولي في حد بيعتمد على حد جامد بيبقى واثق فيه. فهو من الناس اللي مثلا بيعتمد عليا جامد في افلامه اعمل له الاغاني. هتلاقي فيلم ولا اتنين مش انا اللي عامل اغانيهم. تمام. استاذ سمير غانم طبعا اعمال المسرحيه كلها من فتره طويله. ويعني من الناس اللي ربنا يديه الصحة ويحفظه، تاريخ كبير كبير. والأستاذ عادل إمام برضو. طب محمود، إيه اللي بيعوقك أنت بالنسبة لك هنا في يعني في موهبتك يعني؟ أو بتتمنى إيه؟ اللي بيعوقني طبعا اليومين دول الذوق العام. الذوق العام كله رايح على الجو الشعبي اللي هو مهرجانات قوي يعني. في مهرجانات معترفين بيها تمام خلاص، هي نزلت السوق. ومزيكا في ناس بتحب تسمعها. ممكن في مناسبه يطلب مني اغاني انا مثلا مش حاببها. يعني مثلا اغنيه مهرجان انا مش حاببها، ما فيهاش غنى يعني. انا معترف في اغاني مهرجان كتيره جدا في غنى،
فيها غنى وغنى كويس جدا، لكن في اغاني ما تعجبنيش بس غصب عني عشان هم طالعين ترند لازم انا اغني الحاجات دي في الشغل بتاعي. طب بما اننا تطرقنا لموضوع المهرجانات من ناحيتين وعايز اعلي بعيدا بعيدا عن المغنيين نفسهم لاغاني المهرجانات مع احترامي الكامل ليهم، انا بتكلم عن النوعيه بتاعه الكلمات. في اغاني مهرجانات بلا هدف، يعني انا بغني لمجرد ان غنى وطبله على دق وخلاص، هي كل الفكره اسماء احترامنا كبير ليهم، بس بتكلم عن النوعيه بتاعه الكلام. هو يعني الكلام ده شايفينه بيفيد في الفن ورقيا، انا حاسه انه بيضيع زياده شوف عايز تجاوب وبعدين اجاوب كده. ليه ام كلثوم دلوقتي هرم عمره ما يتهد اساس اغنيه محترمه تعيش مدى مدار السنين، لكن دي اغنيه مثلا وقت وتخلص شهر، لا حتى شهر جمهور سنه اغاني ام كلثوم قاعد ازاي الناس قاعده محترمه وما كانش فيه تكييفات. بص لا الناس يعني استاذ احمد العدويه طبعا قمه في الشعبي، يعني قمه في الشعبي صعب. الواد ده كان طبعا لو استاذ خليل طبعا اقدم مني من زمان طبعا وعلامه في الفن، استاذ احمد العدويه مثلا كان وقت كان بينافس حكيم فيه، بينافس عبد الحليم فيه. طيب هو ده اللي انا بتكلم فيه اللي انت بس كان بينافس في الاغنيه الشعبيه ولا ومش في الاغنيه هو بس هو بدا يظهر الفكره في الكلام الكلام هو ده هو بصي اغاني المهرجانات دي لا كلام ولا الحان ولا مطربين بالاخر كده. ايوه بالظبط، يعني الثلاث حاجات فاشلين. بعض الحاجات اللي هو بيقول عليها في بعض الاغاني دي اغنيه، انا مش معتبرها مهرجان. يعني بنت الجيران ديت دي اغنيه، يعني ما تخشش في سكه المهرجان. ممكن يكون توزيعها برضو فيه خبط ورزع شويه، واخد بالك، انما هي اغنيه ولحن كويس وجميل وكل حاجه. انما المهرجان يعود على الحاجات بقى اللي هي الايه، اولا هو حاجه واحده بس، يعني لما تسمعين كلهم لحن واحد وهم بس الكلام بيتغير. والكلام بيتغير كمان كل ماده في النازل، يعني ده في فتره مفهوش كلام كان شتيم على بعضه. أيوة يعني بالزبط. في كوبليه اللي بعده ظبطه وبيرد عليه ملوش علاقه بالتاني، ملوش هدف خالص. وبعدين تحس اللي بيغني عايز يقول عنوانه، يعمل لك محمد احمد مش عارف منين من الاسماعيليه وما اعرفش مين مش عارف منين من، يعني ما تقول عنوان بيتكم بالمره في الاغنيه. عنوان رقم بطاقه زي ما حضرتك قال. في اغنيه مثلا تسمعها كلحن كتوزيع كغنى ومهرجان بس حلو، فيه ما تسمعها من هنا تقعد شويه وحتى اللي عاملينها كمان ناس ناس برضو، يعني هو قال اسمين ما ما كبار جدا في عالم الفن. اشرف البرنس ده موزع جامد جدا، يعني احنا اشتغلنا مع بعض، او تقدري تقولي برضو طلعنا مع بعض وعمل معايا حاجات للاستاذ محمد سعد توزيعه. اشرف عامل اغاني كتيره جدا محمد سعد، الاغنيه بتاعت حسين الجسمي بشرة خير، لا لامك ابوك وامك وبس، ابوك وامك وبس توزيعه. يعني اشتغل مع واحمد سعد مطربين كبار جدا وحكيم، وعمل حاجات كتير جدا. ومحمد جوده اللي هو بيسجل عنده في الاستوديو، الغنوه دي انا مسجلها عنده اللي احنا عاملينها ده جدا. يعتبر في عيله اللي هم الاستاذ احمد جوده ومحمد جوده وحسام، دول يعتبروا اهم مهندسين صوت في مصر. فما غنوه زي اللي هو بيقول عليها دي، دول اللي يعملوها تبقى ما تتحسبش مهرجان. وبالعكس يعني مثلا غنوه زي كده مثلا كتكلفه انتاج حجمها ضخم من غير الاغاني اللي مثلا مهرجان ده بيتعمل تحت السلم كده تحت الترابيزين. لا في لا في والله في، انا دخلت اماكن انت عاوز اسال سؤال، انت ليه ما حبيش تتواصل مع اي حد من ابناء شعبان عبد الرحيم وتكمل المسيره بتاعته؟ هل هم ملهمش في الطرب او في الغنى، ولا مفيش اندماج، ولا انت خلاص العلاقه انقطعت بعد شعبان؟ لا ما انقطعت ولا حاجه. ده سؤال والله مهم اللي انت قلته ده، مع ان انا ما بحبش اتطرق للقصه دي في برامج يعني. وانا قلت لك في وسط الكلام قلت لك مش عايز اعيد من الاول. ايوه يعني عم شعبان الله يرحمه بقى تاريخ طبعا بالظبط، وقصتي انا وهو دي هتفضل تاريخ لسبب بسيط جدا، اللي مش ملاحظه دلوقتي هيلاحظه بعد كده. ان مفيش مطرب مؤلف كتب له كل اغانيه، تمام؟ يعني مفيش مطرب لا استحالة حصلت طبعا. خالص من يوم الغنى ما اتخلق لحد دلوقتي ان مطرب واحد بس اللي كتب له كل اغانيه. مفيش مطرب بيرتبط بشاعر واحد او شاعر واحد بيرتبط بمطرب واحد. بس احنا كنا عاملين، يعني احنا عملنا مدرسه
وانا لما بقول كده المفروض ما اقولش انما ده الجرايد كتبته وناس كلام. قالت شكل من الغنى احنا اللي ابتدعناه. لقلدنا بقى ام كلثوم ولا عبد الحليم ولا احمد عدويه ولا اي حد بالزبط. ومع ذلك عملنا برضو لون جديد ومحترم بالظبط. طب بعد ما اقطع كلامك معانا مكالمه استاذ عادل. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا كنت حابب بس امسي كده على الاستاذ محمود سمارة والاستاذ اللي موجود وكل الساده الموجودين في البرنامج معانا. تسلم. ميرسي على ذوقك. والله انا حبيبي ومن عشاق الاستاذ محمود سمارة. ربنا يخليك. شكرا. وبلدياته اكيد يعني بني ادم في قمه الاحترام ووالده اب عزيز علينا يعني. ربنا يخليك يا رب. محتاج تسالهم حاجه؟ والله انا كنت نفسي يعني كنت نفسي اسمع منه اي حاجه حلوه كده من الزمن الفني الجميل. تمام ماشي يوصل. انت جبت اللي كنا هنقوله. ماشي شكرا. يبقى تسمع نسمع بقى حاجه محمد. نسمع وبعدين نكمل. نقول ايه طيب؟ كمل حديثنا. حاجه محمد رشدي. لما لسه قايل محمد رشدي. مين؟ محمد رشدي مثلا. لا ام كلثوم. تغني. اوكي طرب نقول ماشي ماشي اللي انتوا عايزينه. قول زي ما انت عامل. طب انت هتقول ايه؟ طيب نقول ماشي نقول طب نقول محرم فؤاد. اوه جميل. طيب انا عشان في بالي كده. رمش عينه اللي جرحني رمش عينه رمش عينه اللي دبحني رمش عينه مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه رمش عينه اللي جرحني رمش عينه ليلة من ذات الليالي رمش عينه كنت خالي وقلبي خالي رمش عينه الصغر معرفش عيني والغرام ما جاش بالي فات عليا الحلو الاسمر رمش عينه رمشه قال لي حب وسهر رمش عينه مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه رمش عينه اللي جرحني رمش عينه. رائع. لا حلو. طيب يا استاذ اسلام انت يعني دايما هدفك الاغاني الوطنيه اللي هي بتدافع عن الدوله المصريه من ايام الراحل شعبان عبد الرحيم. يعني الغيره دي يعني بتحس ان بتمثل كلماتها تمثل لك شهره بعد ما بتطلع الاغنيه ولا بيبقى من يعني من طابع ان انت بتدافع عن الدوله المصريه؟ لا طبعا الاجابه الثانيه يعني. ايوه طبعا. انا عارف. ان انا اكتب اغنيه واروح اسجلها على حسابي واروح اغنيها واصورها برضو طبعًا على حسابي طبعًا. ونفس القصه كنت انا وعم شعبان يعني هو اللي فرق ان هو اللي كان بيصرف على الغنوه الله يرحمه بيت انا اللي بصرف. ايوه صحيح. على الغنوه في سبيل موقف معين حاصل وانا يعني يعتبر صوت من الاصوات المسموعه فهيبقى حرام عليا ان انا ما اقولش ما ردش عن بلدي في موقف معين زي طبعًا. اي برنامج من برامج التوك شو ولا اي طبعا صحفي كبير زي حضرتك مثلا بتكتب مقال اكيد على نفس الموضوع طبعا. بطريقتك فانا لما اجي اعمله غنوه الميزه بس الغنوه اللي انها بتنتشر اسرع واكتر واللي ما سمعهاش مثلا الاسبوع ده ممكن يسمعها الاسبوع الجاي اللي بعده خلاف ممكن المقال بيبقى بتاع يوم بالظبط مثلا بالزبط. يعني بالزبط. فلا طبعا انا يعني بحب مصر بغل شويه. ايوه ربنا يوفقك. طيب معانا مكالمه ام مروان. ام مروان. تمام. مروان داس على التليفون. مروان داس اكيد قفل السكه. طيب ايه انا سمعت ان انت بتغني مش اغاني شعبي بس وليك في الاطفال وبتاع. كنا عاملين جروب كده حلو في السويس اسمه حكين السعاده. ده عملنا فيه اغاني يعتبر ثلاث اغاني للسويس. طبعا بفتخر في بلد طبعا في اي مكان. تمام. يعني هي اغاني اطفال السويس ولا لها المودن اللي لها تاريخ طبعا للسويس. وعملت اغنيه منهم اللي كانت الاطفال دي عملنا لها كليب ليها. طيب نطلع نشوف الكليب ونطلع فاصل ونرجع تاني. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومعاكم ضحى نجاح وزميلي استاذ اسلام شريدح ومعانا ضيوفنا اسلام خليل ومحمود سماره.
اهلا بيكم تاني. طب استاذ اسلام، حضرتك قلت حضرتك كنت اكتر حاجه مشهور بيها كلمات اغاني شعبان عبد الرحيم. انا بشوف ان ده لون مختلف مش شبه اي لون شعبي تاني، هل دي ليه حاجه معينه في الموسيقى ولا انتوا اللي اخترعتوها؟ لا ده طبعا يعني احنا عملنا كده بس لا ليه ايه مش قاصدين يعني ده في شيء كبير بيبقى توفيق يعني من ربنا. تمام خدت بالك؟ اما انت دايما اللي بيستمر في اي حاجه بتتعمل المختلف. فانت لما تيجي تدوري على الغنى تلاقي عبد الحليم شكل بالظبط، وفي منه كتير بقى، بس مين الاصل؟ عبد الحليم. صح. ام كلثوم مدرسه. وفي كتير وغنوا شبهها وقلدوها وعملوا، مين الاساس؟ ام كلثوم. طبعا بقى في مثلا ليلى مراد تلاقي شكل لوحدها، صباح شكل لوحدها، لحد ما جه عم احمد عدويه وطلع اللون الشعبي، سلامتها ام حسن والاغاني بتاعته الجميله بالزبط. دي اللي عايشه لحد دلوقتي. اما تيجي بقى تقولي بعد عم احمد عدويه فتره طويله من الزمن حسن الاسمر. وحسن الاسمر مدرسه، وفي شبهه كتير، اول ما بنسمعهم نقول ايه دول شبه حسن الاسمر. بعديه مش فتره كبيره جه حكيم. ناس كتير جدا بتغني شكل حكيم، بس مين الاصل؟ حكيم. الباقي نقول تقليد، لحد ما انا جينا الحمد لله بتوفيق من ربنا، وعم شعبان كان مغني قبل ما يعرفني اغنيتين يعني، كان عامل شغل كتير بس انا ايه يعني ما كنتش انا اللي كاتبه، بقى احمد حلمي اتجوز عايده بس ما كانش لسه اكتشف ايه، ما فيش. جيت انا اما كتبت له عملنا ايه دي ليها قصه جميله وانا حكيتها كتير يعني. انا بملي عم شعبان في ودنه وهو بيغني لايف، فاحنا بنسجل غنوة اسمها ما بخافش وانت عارف. فهي بتقول خافش وانت عارف انا ممكن اعمل ايه، تتا انا اللي بيعنا بيعه ما ندمش يوم عليه، انا مش ملاحق امليه، راح قايل ايه عمل لي كده. فانا المهم قلت له ايه خافش ومش هسيبك، خافش ومش هسيبك ايه. المهندس الصوت شوف بقى برضه الذكاء يعني، الحاج عمر فوده ربنا لم الموضوع يحفظه، راح موقفنا قال لا اسلام صوتك طالع، هو عاملها حجه زي اللي بيوقف التصوير بالظبط يعني. كده بذكاء قال هنعيد تاني من الاول، وايه دي معانا بقى في الاغنيه بعد كده بقت اساس. تخيلي دي في حد ذاتها، شوفي بقى الموقف اللي حصل ده خلق شكل من الغنى بالصدفه. وبقيه الاغاني والنوعيات بتاعت عم شعبان، اما تيجي انت تقولي شعبان عبد الرحيم تشوفيه ماشي في الشارع على قهوه قدام البيت، طبعا كاركتر مختلف عن اي حد، وتعرفيه على بعد على الفطره. كان ينزل لما كنا نبقى ماشيين في الشارع والله العظيم، ومثلا وقفنا في حته الشارع يتقفل يعني، هو كان ليه كاريزما وحب عند الناس بالظبط. فهي المدارس اللي بتعيش اللي هو عمل مدرسه، انما التابعين ليه خلاص بتقلد شعبان عبد الرحيم. طب محمود يعني ايه رايك في حمو بيكا والناس اللي طالعه جديد دي؟ يعني حمو بيكا ده واخد مدرسه ايه؟ عاوز افهم. إيه لا اقول لك بحاجه، كل واحد في دول ليه سكه شغال فيها وكلون، زي طبعا الله يرحمه طبعا شعبان عبد الرحيم سكه ولون لوحده، مثلا حكيم سكه ولون لوحده، كل واحد حمو بيكا يقول لك انا مؤدي مش هو هو الراجل اللي اعترف وقال لك انا مؤدي، هو الراجل بصراحه ربنا. انا قابلته عامه في اسكندريه كنت بسجل عمل هناك، فقابلته في قمه الاحترام. مشكلته خلصت الحقيقة مع النقابه تقريبا خلصت. هو محترم ففي حاله، قال لك انا يا جماعه انا مش مغني. هو طلع انا قابلته صراحه. بس انا ممكن اقول حاجه محمود بعد اذنك، عشان انت راجل بتغني وصوتك حلو، شوف حتى انا شكل ملامحي كده اتغير مره. هو قال لك انا مش مطرب. انا ماليش، ما فيش حاجه اسمها انا مش مطرب، ما هو مش ذنبنا يعني، احنا مش ذنبنا ان انا مثلا راجل مبيض فانا مش مطرب، ده انا اساسا مبيض خلاص. ايه علاقتك؟ لا اقول لك حاجه، ممكن يكون مبيض او اي صنعه، لكن الموهبه خليك في شغلتك انت ناجح فيها، مفيش مشكله. انا ما اقصدش ان انا عيب، ربنا يديك موهبه تتفوق بها عن اي حد، بس هو ولكن انت فعلا هو يعني انا بصراحه برضو هو او امثاله مع يا استاذ اسلام انا هقول لك الكلام ده ما ينفعوش خالص في الوسط. صاحب مهنه وعنده موهبه، عم حسن الاسمر انا بقول بقى كراجل صحفي بقى عم حسن الاسمر كان صاحب مهنه، عم شعبان وقايل هو بنفسه انه صاحب مهنه، انما مش عيب. انما اتعلم الغنى
اتعلم الغنى ولا ما اتعلمش الغنى؟ اتعلم طبعا الغنى. اتعلم اتعلمه في الافراح الشعبي اللي في الشارع دي مدرسه في حد ذاتها، دي مدرسه طبعا طبعا. مش كل الممثلين خريجين معهد فنون مسرحيه، لا طبعا الموهبه بس شقيوا وتعبوا ومثلوا كتير وعملوا بالزبط. حاجات كتير بالزبط. في مسرح ثقافه جماهيريه، في مسرح جامعه، في مسرح ما اعرفش ايه، ما جاش كده الصبح وقالوا له تعالى يا احمد حلمي انت بطل، تعالى يا امير يا قراره انت بقيت بطل. لا طبعا. اشتغل مذيع واشتغل ما اعرفش ايه، والله اعلم كان بيشتغل ايه قبل كده لحد امير قراره ما نجح بقى له سنتين مكسر الدنيا وعلى كبير يعني. مش شفت بقى يبقى في ناس شقيت وتعبت طبعًا في حياتها طبعًا. مش المشكله في الحرفه لمؤاخذه ده، لا لا تمام معايا، مش المشكله في الحرفه اللي هو بيشتغلها. أيوه. المشكله انت عملت يعني قدمت لنا ايه بالظبط يعني. انا صحيح. انا مؤدي ماشي، ايه اللي فتنا بايه؟ الفكرة في الفن انه منصة كبيرة ومفروض ليها مسؤولية اكبر، ان انت بتأثر في اجيال تانية بتسمعك، بس المفروض بقد المسؤولية لما تطلع رسالة. انما انا نلاقي الناس في التكاتك عايزة تغني، معرفش مين عايز يغني، عيل مبرشم عايز يغني، معرفش. ما هو كل دول ليه؟ نتيجة الموضوع ده بتاع المرأة. يقول لك اشمعنى يعني اشمعنى ده مكان اه ما كانش الاغاني ده، الاغاني دي اللي زي دي يعني زودت من الجريمه، اللي تغني بمطوه وتغني بسلاح وتغني مش عارف هم فعلا ويسكي. معظم دي زودت ناس. الجريمه وخلت يعني الاخلاق للشباب بدات ما تنصالحش وتبوظ. ما هو بعد المشاكل اللي بابا بدأوا يشتغلوا الحاجات الجديده دي كلها طبعا دي مفسده لازم الدوله تحاربها بصراحه، ولازم يكون فيها يعني وقفه من الدوله يعني. يا راجل في حد يروح مكان زي ده؟ هاني شاكر ده اسمه امير الغناء العربي. شوف امير الغناء العربي ده يعني، هو هاني شاكر ده هاني شاكر اللي بعد عبد الحليم مباشره الحقيقه يعني طبعاً. الجيل اللي بعد عبد الحليم مباشره في الغناء هاني شاكر. انا يعني نفسي اروح النقابه بس، وطبعا بروح كتير يعني، بس انا نفسي اروح عشان اسلم عليه واتصور معاه واقول له نفسي اعمل لك اغنيه، وان شاء الله باذن الله اعمل له اغنيه يعني. الواحد قدير انه يعمل له حاجه كويسه. يجي يوم من الايام واحد يروح يقول اكسر البتاع بالشومه وكسر لكم النقابه؟ لا ما ينفعش. هو طلع واتصل وثاني سامحه خلاص. لا انا مش بتكلم على شخص عشان انا الناس دي عارفاني، الموضوع العادي ماليش انا دعوه باللي بيغني كلهم، انا ما قلتش اسامي، بتكلم على الفعل، انا بتكلم عموما عشان ما حدش يقول اسلام قال كذا ولا اتكلم طيب. على فلان ولا طب محمود ايه علاقتك بالسوشيال ميديا؟ هل بتحاول تنشر نفسك حاجات على السوشيال ميديا تنتشر فيها اكتر ولا لا؟ في الحقيقه كان الاول ما كنتش حابب السوشيال ميديا خالص يعني. صراحه انا كنت مشرف انتاج في شركه، فقلت الغنى كهوايه ليا بس، اروح اثر ثقافه واغني مثلا في حفلات في افراح عندنا في بلدنا في اي بلد تانية. بس بتدي شغل عروس وعريس نوادي فروحت ما كنتش حابب خالص انتشر يعني. كنت السوشيال ميديا دي بالنسبه لي كنت راكن على جنب، لكن خلاص دلوقتي بقى خلاص دخلت بقى غصب عني مش برضايا، دخلت بقى الفن خلاص شغل. وجهه نظرك لا ليه؟ مع انها منصه حلوه انت تنتشر على مستوى الجمهوريه مش بس في الاماكن اللي بتروح تغني فيها. كنت في البدايه صراحه انا كنت حابب ان انا كنت بقى مثلا في شركه اشتغل، واللي انا صراحه اشتغل في شركه اشتغل والغنى كهوايه ليا فقط لا غير. لكن دلوقتي غصب عني بقى الفن هو ال بس لازم تخلي الفن برضو اكل عيش يعني. لا دلوقتي بقى رقم واحد خصوصا ان انت صوتك حلو يعني مش واخده هوايه. لا دلوقتي دلوقتي وسبب ان انا سافرت بره والحمد لله يعني. طب بتجيلك افراح كتيره في كذا محافظه وكده وحفلات؟ بتجيلي افراح، حفلات راس السنه بقى والفالنتين بس طبعا عشان كورونا طبعا فكله طبعا دلوقتي واقف بالظبط. تمام. وعندي حفلات بس انا لغيتها برضه. تمام. استاذ اسلام حضرتك برضه اشهر من ورا العالم في كل الافلام، هل برضه ليك علاقه بالسوشيال ميديا وكده ولا مالكش فيها؟ لا ليه علاقه بس انا في يعني حد بيمسكها لك بقدر الامكان يعني. تمام. انما انا اي غنوه بعملها يا اما بتنزل المواقع المعروفه المواقع اليوم السابع الوطن الكذا الحاجات دي، او بتتذاع في قنوات الاغاني اللي هي بتبقى الموقف نفسه يستدعي انها تتذاع زي الغنوه اللي انتوا ذاعتوها دلوقتي دي مثلا. طب انت في دماغك فيسبوك نعم في دماغك حد معين هتبتدي يعني تنطلق بيه الفتره اللي جايه زي المرحوم الراحل الله يرحمه شعبان عبد الرحيم، ولا انت بتعمل لناس معينه وخلاص اغاني؟ والله العظيم ما كبرياء ولا حاجه، بس لا عادي لما حضرتك بتبقى
محل بقاله متعرف، انت مش هتروح تقول للزباين تعالوا اشتروا. لا طبعا طبعا انت خلاص عارف، بس في ناس بتجيلك وناس وانت عاوز تكتشف ناس وبتاع، ده موضوع تاني يعني. اعمالك الجديده في الساحه الجديده طبعا يشرفني ان انا ابقى اما بلاقي صوت كويس ولا حد ولا حتى مش صوت حد عنده موهبه تمثيل زي محمد حمدي اللي معايا ده، راح واخده لا خدته لعم احمد السبكي وعرفته عليه وقلت له الناس. فانا حته ان انا اساعد حد دي سهل، انما انا ما اقدرش اقول لحد انا نفسي بشتغل معاه زي الاستاذ محمد سعد مثلا اجي له اقول له الفيلم الجاي امتى بقى مش عارف، ما ينفعش لو مش هو اللي كلمني وقال لي اسلام في انا داخل فيلم وفي كذا 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 انا ما اقدرش اروح، ما جايز هو ليه وجهه نظر تانية. صحيح. طب محمود اخر اعمالك اللي قدمها على الساحه دلوقتي ايه؟ في حاجه جديده في الطريق؟ في غنوتين ان شاء الله هينزلوا ان شاء الله كده ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله. طيب بما اننا خلاص فاضل لنا 5 دقايق بالظبط وخلاص الحلقه، حاول تغني لنا كوبليه. طيب لا لا ممكن نغني حاجه ثانيه عشان بس نختم بحاجه قديمه. طيب بعد اذن المخرج يعني. المخرج مستعجل. ما بيسالش عليا ابدا ولا بتشوف عليا ابدا، يا ما ناديته وترجيته، يا ما ناديته وترجيته انه يرق شويه ابدا، ما بيسالش ما بيسالش ما بيسالش عليا ابدا. اللي بعدها الحته الجديده بقى كوبلين الجديد عشان نبشر بيها الناس يروحوا يسمعوها مخصوص او ما. طيب نقول حاجه بسيطه كده عشان تشوقهم. واخد الم في ناس كتير وظني خاب، انا كنت عاملهم حبايب واقول صحاب، بس اكتشفت ان الحياه دايره مصالح، معك فلوس يجرى عليك اوام اوام. اسم الاغنيه ايه بقى عشان الناس تسمعها اول ما تنزل على طول؟ لا دي لسه ما خرجش اسمها. طيب احنا هناخد بقى اخر كلمه من الاستاذ اسلام. موجه ايه اللي بتوجه ايه للمطربين الجداد والاصوات الجديده، وانت حابب ايه ويغيروا في ايه والكلام ده؟ رسالتك ايه ليهم؟ يعني دايما الدراسه للمطرب بالذات مهمه. وتقول لنا رايك في الاخر في محمود طبعا يعني مش محمود ده بس ده راجل محترف يعني طبعا طبعا عظيم. الـ 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 المطرب ليه في مشكله ان هو لازم يعرف مزيكا لازم بالزبط. عشان يعرف هو بيغني غنوه دي بياتي ولا رصد ولا نوى، هي دي المشكله فعلا بنعملها في كل حته يعني عارفه. الممثل شويه ممكن خبره يعني مع التمثيل الكتير يكتسب خبرات بالزبط. الدراسه ممكن تكون جنب الممارسه بالزبط. انما الغنى ممارسه وتعليم وتعليم بقى باي طريقه، مش لازم اقول لك روح معهد الموسيقى. ممكن يقعد مع حد زي محمود يقول له الاغنيه دي بياتي بتقول كذا بتعمل كذا، نقلت الاغنيه ازاي، انا بياتي الحفظ ازاي، يبقى عرف ازاي يعني. انا في ولد عنده 12 سنه يا ريتني جبته معايا والله لو سمحت فرصه، اسمه محمود، صوت خرافه وانا متبنيه فعلا. قلت له ايه بس انت محتاج كذا، اتفاجئت ان هو قال انا راح معهد الموسيقى عندنا هناك. راح معهد الموسيقى وبقى له مثلا سنه اهو بيدرس. لقيت الواد مختلف خالص عن مجاله. الدراسه بتفرق تدي احسن يعني أكتر. طب جدا طبعا طبعا بتختلف طبعا، طوروه طبعا نبره الصوت وفي الكلام وفي اللي انت تقول اللي تركز على مقام ازاي وتنقل المقام لمقام ازاي. موضوع كبير، مش انا استنى مؤدي صح، مش انا بغني اغني على طول، لا استنى مؤدي انا مؤدي تعالى نشتم بعض واقول انا مؤدي مؤدي لا طبعا يعني لا هو حالات زي مثلا الله يرحمه طبعا شكوكو واسماعيل ياسين ميلادنا طبعا، فكل واحد ده دي حاله. وبالنسبه للمؤدي ده اكيد اللجنه هناك في المهن الموسيقيه ادت فيها تقرير معين، مش عاوزين بقى الاستاذ هاني طبعا هو اضرب الموضوع طبعا طبعا, طبعاً هو عالم وربنا يوفق كل مجتهد وربنا يسهل الجميع. انا عايز بس بعد اذنكم اقول ان انا يعني بخلاف اي حد انا كتبت له اغاني، انا مفتقد عم شعبان عبد الرحيم طبعا اللي هو بالنسبه لي مش مجرد مطرب يعني، مش مفتقده كمطرب قد ما انا مفتقده كأخ اكبر طبعا طبعا يعني. كان ليا حظ ان انا اصور معاه قبل كده طبعا بصراحه الله يرحمه. وكنت انا حاسس ان انا
لي اب تاني لان انا والدي متوفي، كنت بستشيره في حاجات كتير واكلمه في حاجات كتير وينصحني في حاجات كتير وانا اعود عليه بكلام في حاجات، فانا بدعي له بالرحمه والمغفره. بجد شرفتونا النهارده استاذ اسلام خليل الشاعر والملحن، واستاذ محمود سماره المغني من السويس، وزميلي استاذ اسلام شريدح كان معايا النهارده زميلي في تقديم الحلقه. كان معاكم ضحى نجاح في برنامج انا وضحى، بنيجي كل يوم اثنين الساعه 3 العصر على قناه الصحه والجمال. واخر حاجه هنختم بيها اغنيه للسويس من مغنينا النهارده استاذ محمود سماره. ابن بلد اخلى واصيل، عمرك يوم ما بتنسى جميل، شايل مصر في نين عينيك مشغول بيها صبح وليل. مصر بلدنا ام الدنيا، ومعك تبقى قد الدنيا.